أهلا بحضراتكم في أحوالنا، وفي أحوالنا دايما بنحاول نستقر على هذا الشكل الجميل للبيت المسلم، للبيت السعيد، البيت الخالي، مش هنقول خالي تماما من المشاكل، لا، كيف تحل فيه المشاكل بشكل سليم وصحيح بعيدا عن بعض السلوكيات من الأزواج ضد الزوجات، وهو يعني العنف الزوجي. لذلك في هذه الحلقة سوف نناقش يعني كيف يلجأ ولماذا يلجأ الزوج أحيانا إلى العنف ضد المرأة. نناقش كل هذه التساؤلات مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، وسؤال حلقتنا على صفحة الفيسبوك: برأيك ما سبب العنف الزوجي؟ ودائما نتواصل عبر الموقع الخاص بصاحب الفضيلة وبقناة الناس. مولانا أهلا بفضيلتكم وحمد الله على السلامة وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك، وربنا يتقبل منا ومنكم ومن جميع الحجاج، ويا رب كل مشتاق يكون هناك على عرفات في العام القادم بإذن الله. أمين يا رب العالمين. مولانا، وإحنا بندخل البيت المسلم بندخله بمعنى يعني إيه؟ بنرتبه إزاي يكون سعيدا برغم وجود بعض المشاكل، ما فيش حياة خالية من المشاكل، ولكن عايزين في الأول هل هناك فرق بين الزوج القوي والزوج العنيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني كان ينبغي بعد الحج نتكلم موضوع كده هادية شوية إنما حضرتك يا أستاذ حسن يعني أستاذ المعدين يعني أخذتونا على طول على الملف اللي احنا معنيين به، هو ملف الأسرة، وملف الأسرة واللي فيه من أهمه، لأن أكتر شيء دلوقتي عامل بعض المشكلات في المجتمع هو ملف الأسرة. طبعا ومن ملف الأسرة في ملفين مهمين، وهو ملف تربية الأولاد لأنه صعب ولكنه يحتاج إلى تدريب. الحاجة التانية العوامل التي تؤدي إلى فرقة الأسرة، تهديد الأسرة وتؤدي إلى الطلاق، فاحنا عاوزين نقلل من مساحة الطلاق. هنقللها ازاي؟ من دراسة هذه الملفات كالعنف الزوجي، عشان العنف الزوجي بيؤدي في الاخر الست تطلب الطلاق مما يقع عليها من عبء شديد او عنف شديد، او الرجل الذي يريد ان يطلق بسبب العنف. والعنف هنا هنقول انواعه، بس ده اللي بيخلينا ان احنا نتكلم ومعنيين في احوالنا بهذا الامر عشان نساعد المجتمع المصري في ملف الأسرة وملف الطلاق اللي النسبة بتاعته زايدة شوية، وده مش في مصر بس، في الدول العربية كذلك. الفرق فيه فرق بين رجل عنيف ورجل قوي. طبعا يعني كله يعني عنيف مذموم، وكل قوي فيه نبل محمود. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من المؤمن القوي اللي بيأخذ بأسباب القوة، أسباب القوة اللي فيها رحمة بالآخرين، الله، فيها تواصل مع الآخرين، فيها مساعدة، يعني صفة الآخرين محمودة. طبعا فلذلك لابد وأن تأتي من كل صفة محمودة. القوة عمرها ما تبقى صفة مذمومة ما دامت لا تضر الآخرين في غير حق. ده بتنفعهم، بتنفعهم لأنك أنت بقوتك تساعد الآخرين، ضعيف محتاج اللي يساعدك، إنما قوي. الزوج القوي هو الذي يحمي زوجته، أيوة، هو الذي يحنو عليها، هو الذي يعذرها إذا أخطأت، هو الذي يكون نبيلا بحيث إنها إذا أخطأت لا يذكر لها هذا الخطأ مرة ثانية، اللي هو يراعي بيته وأولاده وواجباته وتكاليفه يراعيها، ده الزوج القوي. الزوج العنيف ما عندوش جوه، الزوج العنيف ضعيف. أي هي دي النقطة، الزوج العنيف ضعيف. ضعيف. ليه؟ لأن ما عندوش من قوة نفسية ما يستطيع أن يسير البيت، فيحتاج إلى قوة بدنية في غير موضعها، فيظن أنه أمام عدو له وهي زوجته أقرب الناس إليه. عشان كده إحنا عاوزين زوج قوي، ولا نريد زوجا عنيفا، بل نريد مواطنا قويا ولا نريد مواطنا عنيفا. ده الزوجة تحب الزوج القوي طبعا يعني كلما استشعرت الزوجة، ما هو قال لك جمال المرأة في ضعفها. ضعفها ايه؟ يعني في رقتها، مش ضعفها انها ضعيفة، لا لا، في رقتها وحبها لرجل قوي.
قوتك النفسية تساعدها في عاطفتها الجياشة فتكتملان. إنما إنسان جاي يبقى عنيف، هي لا تحتاج هذا العنف، يبقى أنت تضع العنف في غير موضعه، يبقى كأنك لا تعامل مشاعر. المشاعر لا تعرف العنف، الأحاسيس لا تعرف العنف، وإنما تعرف القوة في المساعدة، في البناء، في السكن، في التغطية حتى على الأخطاء، يداويها، يعالجها، يسترها. والمرأة نفس الحكاية، المرأة النبيلة هي التي تستر على زوجها إذا أخطأ وتتحمله ولا تذكر عيبه. زي ما بنقول هنا بنقول هنا، بس احنا بنقول عشان الزوج ليه؟ لأن بيستخدم بدنه شوية. بس اللي عاوز أقوله لحضرتك، اوعى يتطرق لينا العنف بمعنى العنف البدني فقط. العنف البدني قد يكون في مرحلة من المراحل في القرن العشرين أواسطه وأوائله وبعض أواخره. إنما لما بدأ القرن 21 ما بقاش عنف بدني، الأكثر بقى عنف نفسي. فنجد الست وقع تحت عنف نفسي من الرجل قد يكون أشد من العنف البدني. يبقى تحول العنف البدني إلى عنف نفسي، فتقع المرأة تحت استرس، أو السيدة تحت استرس وضغط رهيب يخليها عايشة خايفة، مفيش حماية. في فيسبوك بيكلم واحدة أو مش عارف إيه، سهرنته للليل، منصرف عني ما بيكلمنيش، مش قايم بواجباته، ساب الأولاد ومشي، طرد الأولاد وطردني معاهم. المشاكل اللي بتجينا دي كلها في الأسئلة. ده يسبب ألم نفسي من هذا العنف النفسي الذي يستخدمه بعض الأزواج عند المرأة أشد من العنف البدني. قد تتحمل العنف البدني لأنه يزول، إنما العنف النفسي يظل في النفس، بيعمل نقطة كده في النفس تتعب النفس. وبعدين إيه؟ العنف البدني، وده طبعا لا نطلبه ولا نحس عليه أو نشاء بل نحذر منه، ممكن يزول لا تعرف أثره. إنما العنف النفسي عشان تشيله من النفس ده صعب جدا، عاوز معالجة عند طبيب عشان تشيل أثر العنف النفسي عند السيدة، وده بيكون قسوته من هنا. فاحنا عاوزين يعني لا نحدد العنف في العنف البدني، الأمر بقى عنف نفسي أكثر. ده بيصل الضرر بتاعه إلى أي مدى؟ بيصل الضرر لحاجات كتير. بص حضرتك، لو نظرت الآن هتلاقي الوسواس القهري والشك والريبة وعدم الثقة، كل ده جاي من العنف النفسي. ليه؟ لأن مثلا زوجة شكت في زوجها، بداية الشك الرجل القوي يعمل إيه؟ طب أنت شك من إيه؟ شوف بقى، أنا شفت نماذج كده، شك من إيه؟ شك إن أنت بتكلم حد على التليفون، تستخدم الواتس أب بتكلم واحدة بالليل، شوف من الآخر كده، وبتسهر وتقعد في الأوضة لوحدك ليه جوه بالليل، والنور يطفى وأنت قاعد وأنا نايمة على السرير مستنية، أو تيجي الأنيس والجليس، ده مفيش. أو العكس بس عند الرجالة أكتر، يعمل ايه بقى؟ يروح مستخدم العنف النفسي. هنا العنف النفسي ما هو ما فيش لديها دليل قاطع ان هو بيعمل كده، بس عندها شك. القوة عند الرجل ان ازيل هذا الشك من صدر زوجتي، او ان يقلع عن عادة سيئة. وهيزيله ازاي؟ هيزيله ازاي؟ اقعد جنبيها بالواتس ووريها بعمل ايه. او الاحسن الواتس له وقت وهي لها وقت، وهي الأهم. الواتس ده حاجة زائلة عارضة، الزوجة والأولاد حاجة دائمة ثابتة، الواتس مش مسؤول عنه أمام الله عز وجل، دي مسؤول عنها أمام الله عز وجل وأمام المجتمع. لذلك أنا بقول الزوج القوي هنا بقى يقول له طب إيه، أنا ده اللي مزعلك، خلاص تفضلي، راح قافله. ده بيدلها دي اللي كنت أنت مع الواتس مش أهم مني. شوف المعالجة بسيطة، بس الشيطان يخش هنا بقى، بس دي عاوزة قوة نفس. أي لتصحيح المسارات في لحظات ما نحتاج أحيانا لتصحيح مساراتنا في حياتنا. طبعا، وده دعوة للأزواج، اوعى تسبب بقى العنف النفسي، هو هيسبب الأمراض اللي أنا قلت عليها، الوسواس والوسواس القهري والشك وعدم الثقة، وفي الآخر كل ده بيتجمع يا إما في المستشفى يا إما بالطلاق والعياذ بالله، أو في أقسام البوليس يعني في بعض القضاء. الزوجات اللي بتروح تحرر بلاغات ضد أزواجها إنهم اتعدوا عليها، ليه الطلاق بيزيد؟ ما هو الطلاق بيزيد من كده،
من الست لما تلاقي كده تقول خلاص انا هفضل طول النهار والليل في تعب وكل يوم نفس الحكايه نفس الوتيره. تيجي لي الست تقول لي انا متجوزه بقالي 30 سنه وبيحصل كده 30 سنه الاكسباير خلاص خلاص يعني خلاص انتهت صلاحيتها، مش قادره، الطاقه بتاعتها اتملت. عارف لو حضرتك ما بيعملش هو كده وبيضايقها نفسيا هتستحمل معاه الى الممات وتذكره بخير بعد الممات، انما هو بيضغط. وبعدين استغلت طاقتها اللي هي ممكن تقعد 40 سنه، خليتها 20 سنه ولا 15 ودلوقتي 10 سنين ودلوقتي سنه. فتيجي تقول له ليه كده؟ انت استنفذت الطاقه كلها وتعبتها في سنه ليه؟ ده بيبقى شر الازواج ومش فاهم وللاسف عاوز تدريب كيف يتدرب الزوج على احترام زوجته واحترام وقت زوجته. والدة تحتاج الى قبل الزواج الى ما يسمى بدورات تعد الزوج لان يتحمل المسؤوليه، ان يتعامل مع الزوجه. ولكن خليني اروح برضو، يقولوا دايما فيش مشكله في الحياه الا ما تنقسم على طرفين على اثنين. هل الزوجه احيانا بتدفع الزوج مع انه مرفوض العنف الى الحد الاقصى من عدم التحمل فيحدث مثل هذا الصدام؟ طبعا الزوجه، ما احنا مش عاوزين نعفي الزوجه تماما، بس انا بقول العبء الاكبر على الرجل. تمام. السيده بيكون عليها بعض العبء عندما تجد ان الرجل قد يعني قل من قوته النفسيه فتساعده على زياده التقليل في قوته النفسيه، فتقول له طلقني، انا مش طايقاك، انا مش عارف ايه، انت تسيب البيت، انت مش عارف، وهكذا. دي بتزودها. انما السيده بقى اللي هي القويه بتعمل ايه؟ اذا ضعف زوجي اظهر قوه نفسي. بمعنى ان هو بتاع ما فيهاش حاجه، انت باين عليك اليومين دول تعبان من الشغل ولا حد مزعلك ولا حاجه، يعني احتوي الزوج. عمليه الاحتواء الان بقت قليله مش زي الاول. عمليه الاستيعاب اللي هي عمليه السكن اللي جت في القران، يعني هن لباس لكم وانتم لباس لهن. التعبير بتاع اللفظ القراني قلناه قبل كده زمان، لباس لكم ولباس يعني مش منفصل عنك، لو خدناه بظاهر اللفظ كده اللي بتلبسه. فالست هي البتاع بتاعتي دي مغطياني ساتراني، وانا البتاع الهدمه بتاعتها دي انا ساترها، يبقى احنا اتنين ساترين بعض. واذا لم يستر الرجل زوجته فمن يسترها؟ واذا لم تستر المراه زوجها فمن يستره؟ لازم الاتنين ياخدوا كده. واذا لم تستره لباس لكم وانتم لباس لهن. وبعدين لو هو ما سترهاش، يعني خلي بالك شيء ما سترتوش بقى منتظر منه ايه؟ اظهرت يعني عيبه امام الناس ولا تريد ان تستره، هتنتظر يقولوا عليه ايه؟ ونفس الحكايه بالنسبه للمراه. فليبادر الرجل الى ستر زوجته، بمعنى ايه؟ ستر ما يظهر من بعض المساوئ. والرجل المراه نفس الحكايه، زوجها عنده عيوب اغطيها. وكلنا من يخلو من هو تكامل. تكامل، ما هو نظريه الزوجيه نظريه تكامليه. ازاي تقبل يعني تقبل هذه العيوب؟ يعني هو قائم على فكره كيف اقبل عيوب اللي قدامي؟ لو قبلت عيوب الذي امامك بمعنى انك تريد ان تتعامل معه. الاحتواء هذا هو الاحتواء. طبعا. ونريد ان تتعامل معه. ايوه. وهنا ينشا الحب. ما فيش حد مثالي. هنا ينشا الحب. ليه؟ لانك لو سترتني احببتك. أيوة. وتعاملت معي بنبل، وإن كنت أخطأت في حقك أحبك. القرآن بيقول كده حتى في غير الأزواج، ادفع الله بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما بالك لما يكون الزوجة ليها حميمة أصلا. يعني فضيلة الدكتور مجدي أشار إلى كلمة سحرية، كلمة فيها كل أسرار الجمال، الستر. طبعا. كيف نستر؟ كيف نستر؟ وأنا أطالب بالستر على الأزواج والزوجات الآن. والستر مش معناه إن إحنا بنأمر بالفاحشة ولا لا، إن إحنا الأخطاء نعالجها ونستر عليها، نتشبه بفعل الله عندما يغفر لك ذنبك فلا يطلع عليه سوى ربك. أيوة. بس إحنا عاوزين كده. ولا تذكره بعد ذلك. اوعى تذكر ذنب السيدة بتاعتك تقول اصل انت عملت السنه اللي فاتت كذا، ومن 30 سنه عملت كذا، واخد بالك؟ او هي تقول له فاكر في حته كل ده، دي مش من التشبه بفعل الله عز وجل. استر وانسى ما سترته. يعني معايا الحاجه اما، يا حاجه اما اهلا بيكي. اهلا
حسن، ازي حضرتك استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. والحمد لله على السلامه دكتور مجدي وحج مبرور وزاد مغفور ان شاء الله، والشاشه نورت كلها، كانت ناقصات كتير والله، قاعدين منتظرينك ايام طويله يعني، ربنا بس يحفظ. حضرتك معانا دايما في اذاعه القران الكريم، وبتمنى لك صحه وعافيه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. انا متابعه حضرتك جدا في على طول في احوالنا. انا نفسي، انا واحده ارمله من سنتين، وحضرتك بتتكلم عن مشكله الازواج والزوجات، لو كل ذوق، لو حضرتك عملت حلقه على كميه الارامل خصوصا السيدات ويكونوا صغار السن ومعاهم اطفال ويقولوا لك كانوا عايشين ازاي قبل كده وبعد وفاتهم، ما فيش واحده هتقول زوجي عمل فيا او زوجي اثر معايا او زوجي عمل. انا نفسي من دلوقتي نفسي اعيش معاي واحد تاني بعد ما ماتوا، يعني نفسي بعمل له كل ما يرضي الله، كل حاجه بعملها له حلوه، بفتكر له كل حاجه حلوه عملها معايا، يعني كان ادب واحترام داخل البيت وخارج البيت، عمر ما قلنا مشكله قدام ولاد، عمرنا ما قلنا حد، يعني حتى لو فيا عيب عمره ما قاله، كان بيقول فيا شعر، هو برضه لو فيا عيب ما كناش نقول، كنا بنظهر العيوب دي بيننا وبين بعض، ما نطلعش حد غريب على حالنا الا لما يكون يشوفونا احسن حال، حتى القريبين مننا يعني اللي يعرفوه قالوا ان هو الحسد مذكور في القران، هو كان يعني هو يعني عاطل نفسه ان هو يعني هو العين حق، وربنا اللي قال كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، العين حق فتذهب الرجل القبر، فعلا انا كنت متجوزه راجل فعلا العين اوصلته للقبر من معاملته معايا، من معاملته لاولاده، من معاملته لقرايبه كلهم من الاول للاخر، كان بر بوالدته جدا، بر بابوه مع انه ما كانش عايش معاه، فالحمد لله رب العالمين، نفسي ان هم اولادي ويطلعوا زيه، والحمد لله بزرع فيهم النبته دي ان شاء الله. الله ان شاء الله، فان شاء الله باذن الله. فهو لو كل واحد يعني او واحده شافت في جوزها عيب تفتكر يوم واحد ان هو ممكن يسيبها لمشاكل وعيون ناس وكلام ناس وحاجات كتيره جدا، هتقول لا انا اصبر على حاله وممكن اصلح منه وهو معايا، بدل ما اروح مني وانا في الاخر ما اقدرش ان انا اجيبه تاني او اصلحه او اقعد كده استنى يوم واحد في انتظار ان انا اعيش معاه يوم واحد. انا بتمنى ان هو زي ما كان ستري في الدنيا، ان هو ان شاء الله بمشيئه الرحمن يكون ستري في الاخر. امين يا رب العالمين يا حاجه ان شاء الله. شكرك. ان شاء الله ان شاء الله، ومتشكره جدا لحضرتك وطولت عليك. ابدا ابدا، احنا سعدنا بكل كلمه حضرتك قلتيها، ويعني كفايه نقول اللهم ارحمه رحمه واسعه وهو افضل الى ما قدم. ويعلق فضيلة الدكتور مجدي على هذه الذكرى الحميدة والطيبة والسيرة الرائعة العطرة التي ذكرت بها زوجك الله يرحمه. معالي الأستاذ محمد. أستاذ محمد أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ محمد. من فضلك يا مولانا، أنا في واحد كنت جارني يعني بيتاجر في تجارة بسيطة كده، فكان داخل رمضان فبقول له يعني ما تحاول توسع شوية، عشان قال له والله إمكانياتي كده، والتجار بيستغلوني لما أروح أجيب منهم يعني من غير فلوس وبعدين أبقى أديهم، فبيزودوا علي السعر وبتاع، وهامش الربح بيبقى قليل بتاعي. فأنا عرضت عليه قلت له يا أخي أنا ممكن أدي لك مبلغ، وقال لي طب هسده إزاي؟ قلت له تسده بالطريقة اللي تريحك أنت، عشان ما أبقاش يعني سبب في إن أنا أزنقك تاني. ومش عايز اي حاجه يعني، ترد لي المبلغ هو. قال لي طب اقدر ارد مثلا 500 جنيه في الشهر؟ قلت له على بركه، يعني قرض حسن. قرض حسن، ايوه. فالمهم بعد شويه شايف الامور متازمه معاه خالص يعني، فايه يا ابن الحلال تعمل ايه؟ انا والله ما برضاش اعدي من الشارع اللي هو فيه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فقال لي معلش يعني، طبعا دموع الرجال غاليه جدا وللاسف يعني، ف مش عارف. طب انا هل يجوز ان انا اسقط له مبلغ منه من زكاه المال؟ حاضر حاضر يا فندم، بشكرك يا استاذ محمد على هذا النبل، واسمح لي فضل دكتور مجدي هنطلع فاصل قصير ثم نعود لنكمل هذه الحلقه، فاهلا بكم دائما، ابقوا معنا.
في كثير من الأوقات ما يتكرر تعنيف الزوج لزوجته، وترتفع نسب الطلاق سنوياً بسبب رفض الزوجة تعدي الزوج عليها وإهانته لها، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية، وأصبح من التحديات المهمة داخل المجتمع، خاصة مع انتشار هذا الفعل، حيث تتعرض الزوجة للعنف لعدة أسباب، قد يجتمع عدد منها في الوقت نفسه وقد تتشابك، مما يؤدي إلى أذيتها بشكل أكبر وأعنف، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية. ليه بعض الأزواج بيلجأوا للعنف ضد الزوجة؟ ما هم من ضغوط الحياة تقريبا، يا هي ما بتسمحش كلامه أو هي بتعمل حاجة غلط فبيضطر للعنف، بس ما يفرض ما ينفعش عنف. ما فيش اتفاق، ما فيش عنده يعني دراية أو خبرة أو صبر. طبعا ده تصرف خطأ من الزوج، وتصرف خطأ في نفس الوقت من الزوجة. تعليمه أقل شوية يعني، لو لفت نظرها بالراحة وبالحسنة ده حاجة طبيعية يعني. هو بقى طبعه كده. هل بتشوف إن العنف مع الزوجات ما زال ظاهرة دلوقتي موجودة في المجتمع؟ وزادت، بس خطأ موجودة، بس خطأ ما يجيبش نتيجة، يجيب نتيجة سلبية. وفعلا في ناس لسه بيتضربوا كتير. هو قال بس مع الجيل اللي طالع ده بيكتر. هذه عادة من عادات المجتمع يعني. هي موجودة، بس السبب مين فيها؟ في السبب الزوجات أكيد. تشوف إن الزوجة لو أخطأت من حق الزوج إن هو يأدبها؟ أهلها اللي تأدب طبعا. هي لو هي أخطأت في عقوبات غير الضرب. مش كل الأخطاء، في أخطاء وأخطاء، أخطاء ممكن يتسامح عنها وأخطاء ممكن في عدة طرق لتأديب الزوجة. طبعا من حقه، لأنه إحنا تربينا على كده، إنه من زمان، إحنا من الجيل القديم القوي. حتى لو ضرب أو حاجة، ضرب مش مبرح يعني. ما يجأش للعنف ولا مد الإيد ولا الإهانة، لأن هي ابن آدم زيه زيك، ما أنت هتهني أنا ههينة. زي نؤسس الاحترام بين الزوجين بالتفاهم والحب طبعا. فاهمين في الأول هيبقوا متفاهمين على طول. لازم يبقى في تفاهم ما بين الزوج والزوجة، الثقة المتبادلة بين الاثنين. أتعاملها بما يرضي الله، يكون هو تعليمه هو متوسط هي تعليم متوسط، ما يكونش هو مثلا تعليمه متوسط هي تعليمها عالي. بالتفاهم، بالحب، يعني بالود. هكذا جاءت آراء الأزواج والزوجات حول أسباب العنف ضد الزوجة وأحقية الزوج في ذلك. وهنا يأتي السؤال، كيف نؤسس علاقة قائمة على الاحترام بين الزوجين؟ اهلا بحضراتكم. فضل الدكتور مجدي، يعني ما رايك في تعليقات الساده اللي سمعنا اراهم المتباينه والمتنوعه في سياق التقرير؟ والله التقرير كويس، لاني جايب من اجيال متفاوته. ايوه، وجايب طبعا وبدا بالمراه. أيوة. وده شيء جميل. ف وبعض السيدات قالت ممكن الست هي اللي يكون السبب، وبعض الرجال بيقولوا واحنا واخدين على كده من الاول، يعني ثقافه، اللي معنى الضرب والعنف الزوجي والجسدي ده دي حسب الثقافة. اللي أيضا من ضمن الحاجات الكويسة اللي اتقالت، إن يعني التفاهم، قال التفاهم والرحمة بين الاتنين هو اللي يقيم علاقة زوجية صحيحة، اللي هو المودة والرحمة اللي قالها القرآن الكريم، أو السكن بنقولها احنا تفاهم. حلو جميل. المهم دلوقتي إن معدل الثقافة، عاوزين نعرف بقى، لما كانت الأمية منتشرة كان العنف الجسدي أزيد، لما أزيلت الأمية الثقافية أو التعليمية، خلينا نقول التعليمية، قل العنف الجسدي وزاد العنف النفسي. فنحن لا نريد أن نصدر للناس أن زيادة العلم ضغط على النفس أو تؤتي بثمار عكس ما هي مرجوة من الرحمة ومن الاحترام والاحترام والتفاهم والديمقراطية والتكامل والتساوي. هي زيك زيها، مفيش فرق بينها، ليه تضربها اصلا؟ زي ما يقول كده مثلا، ايه اعالجها؟ ممكن بالضرب. ازاي اعالجها بالضرب؟ عندنا علاجات كتير غير الضرب، ولا ميسي وتاع. وكرامة المرأة لابد ان تحفظ، يبقى اقول ازاي ضرب؟ فالتقرير كويس وفتح لنا سكة ومجالات كويسة عشان نفهم ازاي الناس فاهمة، على فكرة وفاهمين دلوقتي، بس مش عاوزين نصب الكلام كله على العنف الجسدي، عاوزين نخلي العنف النفسي الآن أشد، وده زاد مع الثقافة. بس الأخلاق مع الثقافة تقلل من العنف النفسي. لما عملوا بعض الإحصائيات في 2005 عن المجتمع الياباني، لقوا إن العنف الزوجي 11%،
لما نزلوا لبعض الدول الافريقيه بدون تسويه لقوا ان العنف الزوجي يزيد عن 70%. شوف معدل الثقافه والتقدم ده بيتناسب مع ايه يعني؟ بيتناسب مع مصر، خلي بال حضرتك، ثقافه يعني بيقل امتى او يزيد امتى؟ ثقافه بلا تربيه واخلاق تكون ثقافه مضره. ثقافه بدون تربيه او اخلاق وكذلك بدون جو نفسي اسري طيب، ويدخل الاقتصاد عامل جزء منها لان دي دوله متقدمه بينظر للعلم انه مفيد في اليابان. فالدول اللي هي مش متقدمه لا، كله دلوقتي زي زمان زي كله معظمه غالبا بيبقى عنف جسدي. بس احنا بنقول في المجتمعات العربيه العنف الجسدي قد يكون موجودا ولكنه قل، واصبح العنف النفسي، بحيث ان كثيرا من السيدات تشكين اليك ما يتعرضن له من ضغوط نفسية كل يوم، سواء من الزوج أو من خارج البيت، زي ما ممكن نتكلم عن التحرش الجنسي والحاجات دي كلها. إنما ليه كده؟ عشان خاطر أصبحت ثقافة بلا أخلاق، وأسوأ شيء ثقافة بلا أخلاق. يبقى لازم أخلاق وتربية مع ثقافة، نغير لثقافة أخرى اسمها ثقافة مغلفة كده بالأخلاق. ومن هنا بنقول، عشان خاطر برضو التقرير ينبئ عن كده، الأمراض اللي هتيجي كتير هتيجي بسبب هذه المعاملة من العنف الجنسي، من العنف الجسدي ومن العنف والعنف الجنسي ذكر، لأن بعض الدراسات ترتيبات لكل ده، لا بعض الدراسات بتقول حتى في المعاشرة يكون فيها عنف شديد بطريقة سيئة. فيبقى عنف جسدي وعنف نفسي هيؤدي إلى أمراض. أنا أخشى ان الامراض النفسيه تكثر بسبب عدم معالجه مثل هذه الامور الثقافيه او الثقافات البائده التي نريد ان نصححها، بمعنى نصححها في اطارات. الاطار يا اخوانا علاقه الزواج تكامليه وليست تصادميه. طيب في التصحيح فضلتك بتجيب كلمه كده دايما بتدفعنا الى تساؤلات اكثر. نعم. طيب يعني البعض يقول ده الاسلام، اصوات تقول ده الاسلام اقر ضرب الزوج لزوجته، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب كيف نفهم بشكل صحيح هذا المعنى وننفي عن الإسلام أنه أقر العنف ضد المرأة؟ طيب طبعا أو ضد الزوجة عفوا، كلمة فاضربوهن اختلف العلماء فيها أولا. وإذا اختلف العلماء شو بقى في تفسير فاضربوهن نعمل إيه؟ هقول للسادة المشاهدين، نروح لسيد العلماء صلى الله عليه وسلم. انت كنت بتعمل ايه في بيتك يا سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ بتتعامل مع زوجتك ازاي؟ صلوا عليه بتضربهم صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى يقول ما ضرب بيده احدا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، في القتال بس في المعركه، غير كده لا ضرب طفل ولا ضرب امراه ولا ضرب رجل ولا اي حد. كنت بتعامل يا سيدنا ازاي الزوجات مع تعددهن مع حضرتك؟ ان تقول هي بتقول اهو ما كان في البيت الا بساما، خلاص في مهنة أهله أو مهنة أهله وشغل معانا، ويعملوا أخطاء أمهات سيدنا أمهاتنا زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأخطاء البسيطة اللي من السيدات يعالجها سيدنا النبي ويقول إيه غارت أمكم عائشة. لما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يعني أنت أذنت للرجال بالضرب، وكل ستات المدينة تلموا عند بيت سيدنا النبي الصبح، فقالوا له يعني ده كلهم ضربونا وفهموا كلامك غلط ان انت اذنت لهم في الضرب. راح متكلم عن الضرب وقال لا يفعله خياركم، يعني اللي بيعمله ما عندوش خير، يكفي نفي الخيريه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل، ابتعد عنه مباشره. لا يفعله خياركم، يعني الحلوين بتوعكم ما يعملوش كده، الوحشين هم اللي بيعملوا. المعنى كده مفهوم المخالفه الوحشين اللي بيضربوا، المعنى المنطوق الواضح الحلوين ما بيضربوش، لا يفعله خياركم. يبقى ده، وعشان كده حضرتك قلت بقى هنا سيدنا النبي ازاي كان بيعمل لما يجي الراجل يشكيله، والحديث جه فيقول له اصل الست بتاعتي فيها كذا والست بتاعتي فيها كذا، وعمال يطلع له القطط الفطسانه فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له عسى ان تكره منها خلقا وترضى منها اخر. راحت نازله الايه فعسى ان تكرهوا شيئا، خلي بالك بقى وتكون نيتك حلوه حتى في الزوجه وتستر عليها ولا تذكره طبعا، فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. هيحوله، لازم هيحوله لك، ده قانون الله في الارض.
ان انت ما صبرت على شيء يؤذيك لله وللستر على هذا الانسان اللي قدامك وزوجتك او زوجك، ربنا هيحول لك قلبه في الاخر وتلاقيه قدامك زي ما الست المتصله الكريمه اشادت كده، ان يوم من اللي فات وهي ارمله ربنا يبارك فيها من ايام الزوج، ولو الزوج هيقول لك يوم من ايام الزوجه اللي كانت منوره عليا البيت. مش عاوزين نصل لدرجه عند فقد الشيء بعد ذلك نبكي على فقد هذا الشيء، نعرف قيمته الحقيقيه ونفضل حزنانين. يبقى احنا عاوزين بس عشان خاطر نعالج الامور، الادوات اللي موجوده دلوقتي للمشكله هي ادوات الثقافه من خلال ادوات التواصل الاجتماعي. اسمح لي في الدكتور مجدي، معايا اتصالات تليفونيه. استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. استاذ محمد، طيب يا ام حسام اهلا بيكي. ام حسام، طيب يا استاذه نورهان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخنا انا كنت عايز اسال حضرتك. طيب، في لمعاوده الاتصال مره اخرى، ولكن فضيله الدكتور مجدي واحنا بنتكلم على هذه النقاط، كيف تحل المشاكل اذا؟ كيف نضبط النفس؟ ايه المنهج؟ ايه الروشته في الحاله دي؟ الروشته احنا قلنا احنا عاوزين اجراءات كتير. احنا بنتكلم دايما مش عاوزين تلقين، عاوزين اجراءات. والاجراءات اهم حاجه فيها في البروسيس ده والاجراءات ده التاهيل والتربيه. التاهيل والتربيه. طب تسمح لنا معلش يا استاذه حكمت اهلا بيكي. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك استاذ حسن، يا اهلا وسهلا استاذ حكمت، اتفضلي. كنت عايز اخد راي الدكتور بس في موضوع. اتفضلي. الو، اتفضلي فضيله الدكتور مع حضرتك. ايوه دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هكلم حضرتك في مجال، انا كنت متجوزه وبقالي 35 سنه جوازه، في خلال ال 35 سنه ضرب واهانه وشتيمه وكنت صبره وبستحمل وكنت بشتغل وكل مصفوفي في البيت وتربيه ولغايه ووصلتهم لتعليم عالي، وجوزي كان في وضع كويس في شغله ومثقف ومتعلم، كان يشتمني قدام الجيران وكان يبهدلني اخر بهدله. اهلي قالوا لي اتطلقي، لازم تتطلقي منه، ازاي تصبري؟ قلت لهم انا معايا ثلاث اولاد لازم يكبروا، ما يكبروا ما يقوليش ان احنا متطلقين ويبقى وضعهم وحش. المهم فضلت صبره صبره لغايه لما 35 سنه ربنا يسامحه توفى. كان عندي بنتي متجوزه ومسافره ومسافره بره، وعندي ابن متجوز وكويس، وابن التاني كان برضه كويس لدرجه ان كان يقول يا بابا دي ماما طيبه ماما كويسه، ليه بتعامل امي كده؟ ليه بتعاملها كده؟ حرام عليك. وكان دايما يقف بيني وبينه يهدي الامور وكده، وكان يضربهم معايا. دلوقتي لما توفى هو اتخرج واشتغل، نفس اللي كان بيعمله ابوه بيعمله معايا، نفس اللي كان بيعمله ابوه معايا ابني بيعمله معايا. مع حضرتك ولا مع زوجته؟ معايا انا. مع حضرتك؟ معايا انا. ضربه ضربني، كسر كسرني، عايز يخرجني من الشقه. لا اله الا الله. وصابره برضه ومستحمله، طبعا انا سن ست مسنه ومريضه، وطبعا اهلي كلهم ربنا افتكرهم، فمش عارفه ايه الحل، اعمل ايه معاه؟ طب اخواته، اخواته موقفهم ايه منه؟ دلوقتي اخوه سلبي، يقول لي انا عايز اربي ولادي، انا عايز اربي ولادي، ما انا ماليش دعوه بيكم، انا كويس ان انا طلعت منكم عايز اربي ولادي، ما انا ليا زوجه وليا اولاد وماليش دعوه بيكم. فسبت، قلت طبعا هيتشدوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض وتحصل مشكله وانا بخاف من المشاكل. دلوقتي ربنا طبعا كل حاجه قدامه رصد، فيش يعني هو مش موفق في حياته. وبعدين قلت له انت مش موفق علشان اللي انت عملته معايا، قال لي هو انت جوزتيني، انت المفروض تجوزيني، وانا خايفه يعني اتدخل في حاجه زي كده وانه يعمل نفس اللي ابوه عمله معايا يعمله مع واحده، فانا اللي هقف في المواجهه. فايه الحل؟ ايه اعمل ايه دكتور مجدي؟ حاضر. اعمل ايه مع ابني ده؟ ابني اعمل ايه معاه؟ حاضر يا استاذه اسماء اهلا بيكي. استاذه اسماء الو. طيب ارجع لسؤالي في الدكتور مجدي، ويمكن قبل برضه ما نخش في الروشتة، فكره الابناء والاولاد وقد ايه هذا العنف وهذا الشجار وهذا الصراع اللي بنقول برضه في الاخر ان فيه ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، بس العنف ده اثره ايه على الابناء؟ انا عاوز بس اقول قاعده حضرتك قلتها للساده المشاهدين جميعا، ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل. طبعا طبعا، خلاص ما فيش واحد خالي من العيوب. صغرت ام كبرت؟ ليه؟ إذا وجد الإنسان فهناك إشكال،
إشكال يعني اختلاف، اختلاف الست مع الراجل، لأن اختلاف وجهات نظر، وفي إنسان في نفسه وده في نفسه وده في شيطان وده في شيطان، فبيحصل. فما فيش بيت خالي من المشاكل، ولكن النجاح كل النجاح في تقليل كل مشكلة تأتي إلى الإنسان. فإحنا لما نيجي مسألة الأولاد، لأن الأولاد دي مسألة مهمة، الإنسان اللي بيعمل مشكلات في البيت إنسان أناني لا يرى إلا نفسه، لا شايف زوجته ولا شايف الأولاد. وعلى فكرة اللي زي ده لو جه مشكلة لأولاده مش متأثر قوي، أو لزوجته مريضة ولا بتاع ما تقولش يعني حنين كده وزعلان أبدا، هتلاقي إنه عادي خالص. ليه؟ ما هو شايف نفسه فقط. إنما لو أنه، وده مش بيحتاج لأنها بالطبع، لذلك الشرع ما جاش قالك إن أنت تخاف على عيالك، لأن ده بالطبع جواك، يبقى قالوا ما جاء بالطبع لا يحكم به الشرع غالبا إلا في المواريث يوصيكم الله في أولادكم. فنيجي هنا، فأنت ابنك تعبان، زوجتك تعبانة، لذلك قالوا لا تزوج ابنك إلا تقي أو ابنتك إلا تقي، إن أحبها وربنا أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. شوف المعادلة طبعا مش هيطلع بقى العيوب وبتاع، لا 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 مش هيظلمها وهيصبر عليها. اسمح لي معايا أم سيد على التليفون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور مجد؟ أهلا وسهلا يا عليك يا حج، مبرور إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وعبالك يا ماما. الله يبارك فيك. أنا زوجي توفاه الله بقاله شهر ونص، رحمه الله رحمة واسعة، آمين يا رب العالمين. أنا عشت معاه 45 سنة كلها ألم نفسي، وكان بالأسف يخرج برا يقول صورة غير الصورة، يعني هو كان بيشكر فيا برا ويقول كذا وكذا وتحملت وا وا وا، ما يدخل البيت ينقلب رحمه الله. المهم حصل نقاش في يوم، وكنا في يوم جمعة، فكنت مضغوطة نفسيا جدا، وكنت رايحة أصلي ساعة الصلاة بين الإقامة والصلاة، فتلفظت بدعوة وزي ايه يعني يمكن يكون أبواب السماء كانت مفتوحة، وحصل اللي أنا طلبته. فأنا الوقت حزينة وتعبانة ومش عارفة أعمل إيه وكفر عن ذنبي إزاي، مع أن أنا تحملت كتير كتير، بس كان يومها غصب عني، يعني الـ الـ الألفاظ اللي اتقالت خلتني قلت الكلام ده. حاضر، حاضر يا فندم، حاضر يا مسيد. معي اتصال تليفوني تاني. ألو، أخذ تليفون أسماء قبل الأستاذة أسماء قبل الفاصل. يبدو أن الاتصال انقطع ونحن في انتظار الأستاذة أسماء، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. مولانا اسمح لي نجيب على أسئلة السادة المتصلين اللي بنسعد بكل اتصالاتهم، واعتقد ان في تساؤلاتهم وفي الحالات المختلفه والمتنوعه الكثير من التساؤلات. اسمح لي عند الحاجه اما التي يعني تترحم رحمه واسعه على زوجها الذي وصفته بكل ما فيه من جمال ونبل، يعني تعليق فضيلتك على هذا الاتصال وهذه طبعاً الحاله. طبعا انا اشكرها على هذا النبل وهذا الوفاء وهذا الاحسان، وان هي بتقول ازاي كان زوجها بيتعامل، ودي نموذج يعني مهم في الحلقة، ان هي تقول ازاي كانت بتتعامل مع زوجها، مع بعض يقولوا العيوب ويداروا بعض، يداووا بعض وقدام الاولاد الاتنين حلوين وقدام الناس، هو ده اللي احنا عاوزينه، وده من باب الوفاء والاحسان. ولذلك بتقول يا ريت يرجع يوم من ايامه بدل ما انا ارملة الوقت وما فيش راجل في البيت، وده يبكى على الشيء الطيب الجميل النبيل، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. طيب الأستاذ محمد، هذا الرجل النبيل الذي أقرض أحد التجار أو أحد الأصدقاء أو أحد المعارف قرضا حسنا على أن يوسع تجارته، بس الأمر متعسر، قال ممكن أسقط وأنا ما برضاش أمشي قدامه في الشارع عشان إيه، لكي لا أسبب له حرجا، هل أسقط جزء من هذا المبلغ القرض الحسن من زكاة المال؟ أنا أشكر الأستاذ محمد طبعاً على نبله، وطبعاً الحلقة كلها نبل كده ما شاء الله جميلة، إن إنسان يستحي وهو المقرض الدائم أن يمشي أمام المدين حتى لا يجرح مشاعره. يا سلام، ده اللي احنا عاوزينه،
هو ده الإحسان، هو ده الإحسان. بمعنى إيه؟ لو أنا اللي مستلف منه عاوزه يعاملني بنفس الطريقة دي فأنا بعامله بالطريقة دي. ده جميل جدا، أشكرك على هذا الإحسان والإحساس النبيل. وإن شاء الله هذا فيه نوع أصل ونبل وأخلاق، وده فيه من صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحب نتشبه بيها. طبعا في هذه المسألة في دار الإفتاء بتقول يجوز أن نجعل هذا الدين أو نسقطه من زكاة المال على رأي سيدنا محمد بن سيرين الذي نأخذ بقوله في مثل هذه الحالة الاستثنائية. أرجع لي سيدة الكريمة اللي تحملت 35 سنة كل حاجة، المفاجأة بقى أن ابنها الصغير بدأ يتعامل معها بنفس المعاملة بتاع أبوه، وبتقول أنا في حيرة، أولا أحواله مش ماشية، اتنين مش عايزة تدخله في زواجة عشان لحسن يتصرف كما كان يتصرف أبوه، أعمل إيه؟ ولا حاجة، كما تعاملتي بنبل مع أبي استمري في نبلك مع هذا الشاب ربنا يهديه، بس بنزيد مع الابن. طبعا احنا مستائين ان هو يتعامل مع حضرتك بهذه الطريقة، او امشي بالشقة او مش عارف ايه والحاجات السيئة دي، لا يضربها او يضرب الام، يعني الزمن انقلب. فاحنا بنقول عنف الازواج، اي عنف الابناء تبقى مشكلة كبيرة، بس دي حالة يمكن عنده يعني شد عصبي شوية من مشكلات عنده. أنت كأم هتتصرفي كأم، هتتحمليه، لأن هو مش سمعنا، لو هو سمعنا هنسمعه كل كيلين، إنما هو مش سمعنا، فهنتكلم مع حضرتك أنت عن نخاطبك كأم إن أنت هترحمي وهتسامحي، وأهم شيء إن أنت تدعيله. عاوزك تصلي ركعتين قضاء حاجة بالليل قبل الفجر، إن ربنا يهدي قلبه، وإن ربنا يحننه عليك، وإن ربنا يهديله نفسه، وإن ربنا يجعل فيه من أخلاقك الطيبة، ويجعل فيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب أهو قوي على نفسه وعلى شيطانه ونتحمله، وفي الآخر لا يصح إلا الصحيح، سيظل الحق هو الثابت، ومن أعظم الحق الأخلاق الحسنة. طيب نروح دلوقتي إلى هذه السيدة التي تحملت 45 سنة كلها ألم نفسي، ورحم الله زوجها، وهي برضو تترحم عليه بهذا النبل وتقول أنا في لحظة ما دعوته وربنا استجاب للدعوة بتاعتي، أعمل إيه؟ وضميري بيأنبني قوي دلوقتي، وخايفة وزعلانة وبتبكي. لذلك أنا بقول لحضرتك الحلقة النهاردة فيها نبل كثير، أو الاتصالات فيها نبل ما شاء الله. فطبعا تحمل 45 سنة ألم نفسي ده شديد، فبس أنت كنت في جهاد. أنا بقول للأزواج اتحملتها مده كبيره ممكن تبقى اقل، هتيجي في وقت من الاوقات ابواب السماء تنفتح، ما مش طايقه ومش هتعمل غلط وخايفه على البيت وكل الحاجات دي، تعمل ايه؟ فدعت ربنا ان ريحني منه، اللي فهمناه كده، فربنا استجاب لها، صادف القدر الدعاء او الدعاء القدر، هي ما لهاش ذنب في كده، ما كل واحده بتدعي. فلما مات زعلت، ليه؟ أحسن يكون الدعاء بتاعي هو اللي عمل كده وقصف عمره، معذرة في كلمة قصف عمره يعني، أو مات، أنا بتكلم على أساس العذاب اللي عمله لها. ليه نوصل الزوجة أن تدعو على زوجها الذي وأقرب الناس إليها بمثل هذه الطريقة؟ طيب الأول بنقول الله يرحمه، ثانيا بنقول إن أنت سيدة طيبة ومن المجاهدات، واستجاب الله لك وأظهر لك علامة أن صبرك لم يذهب سدى أو هباء، ولكن أنا عاوزك تكملي المسيرة، فتدعي له بعد ما ماته وتتصدقي على روحه، وانت مالكيش ذنب في أي حاجة، بس يعني رسالة حضرتك، اتصال حضرتك، صيحة تحذير لكل الرجال الذين يسيئون لزوجاتهم مددا كبيرة ولا يطبطبون على أكتافهم قبل انتقالهم إلى ربهم. أهم حاجة إن احنا عندنا في دار الإفتاء المصرية حاجة اسمها دورة المقبلين على الزواج، دي هنكتب بيها الحلقة على الزواج. المقبلين على الزواج، بنأهل الشاب والفتاة اللي مقبل على الزواج للاتنين، بنعرفه، ومش بيبقى شيخ، بشيخ في أستاذ علم نفس، أستاذ علم اجتماع، صحة إنجابية، وممكن نجيب كمان حد يتكلم في الأطر القانونية، مفيش مشكلة في كل ده، إنما عشان الحماية للأسرة،
بنعلمه ايه واجبك وواجبها، بنعلمه ايه العلاقه اللي بينكم، بنعلمه كيف تكون الرحمه، بنعلمه شيء من جانب رحمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ازاي نبني بيوتنا على شيء من الموده والرحمه. والرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بشكر فضيله الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لصاحب الفضيله فضيله المفتي مفتي الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا، ودائما نلتقي على هذا الخير. دائما يا رب. دمتم في رعايه الله وامنه، الى اللقاء.